اي والله صح. رغم التعادل واخيرا نفط الوسط سجل واستقبل على عكس الثلاث جولات، يعني كسر القاعده. هاني يعني نفط الوسط والله حيرني، هو صدق نفط وسط، هو وسط. هو هسه لا يخلي فريق يغلب ولا هو يغلب ولا هو يسجل الا يخليه يسجل، لكن اكيد اكو مشكله بفريق نفط الوسط، لان هو من الفرق دائما اللي كابتن غني يحضر الفريق جيد ويختار لاعبين جيد، لكن اكو يجوز هناك سوء توفيق او يعني اكو فت خلل. فاعتقد انه كابتن نفط يعني كابتن غني ما راح يسكت على هذا الحال، لان يعني يعرف اكو مباريات داخل ملعب بده يفقدها. يعني خلينا نكون واقعيين، على الورق مع دهوك في ملعبه المفروض 3 نقاط على الورق، يعني بدون لا سلك انه نفط الوسط خسر نقط. يعني نعم 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 بدون ليش، لان يعني انت من تحسب حسابات من الفرق اللي راح تجيك بملعبك تحصل منها 3 نقاط، وواحدة من دهوك طبعا، صح لو لا طبعًا. انت مو يجيك الشرطه تحصل منها 3، لا طبعًا. انت تعتبر على النقطه الموجوده، لكن شيء يجي زايد خير. لكن اعتقد انه فريق النفط الوسط يحتاج الى يعني شلون نقول، الى الثقه بالنفس، لان هم فقدوا يعني بالفوز. شايف اكو بعض الاحيان الفريق يخسر ثقافه الفوز، فيحتاج واعتقد يحتاج الى لاعب المهاجم الهداف. دكتور في بعض الاحيان مهند ومراد يصنعوا لهم فارق. نعم مهند ومراد يمكن سجلوا 20 بين صناعه وبين هذا اثر بهم، لكن كابتن غني ذكي جدا، المفروض كان يبدل، كان يجيب له افضل 2 محترفين. انا يعني مو بالضروره اجيب 5 محترفين، صح. ممكن اجيب 2 محترفين على مستوى عالي بالمقدمه ممكن يخدمني طبعاً. فاعتقد انه على نفط الوسط ان يدارك الامور.